وانا يا اخي وعلى نضالية صديقي فاطمة من مدينة مكناس، رئيسة جمعية الانفتاح للخدمات الاجتماعية ومحاربة داء السرطان. هذه الجمعية عندها في العمر ديالها 11 سنة باش هي كتشتغل في هذا الميدان هذا اللي هو باقين فيه عدد ديال الصعوبات وعدد ديال العراقيل، ما كنلقاوش يد المساعدة في المستشفيات ديالنا ديال مكناس. اون فوا كنمشيو سير اليوم سير غدا سير بعد غدا، عندنا طبيب جراح واحد اللي هو رئيس جمعية الرحمن للتنمية وتكافل مرضى السرطان، راه هو طاب وتقهر حتى من البلوك تاعي كيعطيوه جوج مرات في السيمانة، تيقولوا له مرة في السيمانة. وعيالات اللي كيجيو غير ديال البزولة، راه ديال البزولة ما يزيد على واحد 30 40 وحدة كتجي في النهار. ما عندناش طبيب، عندنا طبيب واحد جراح، ما عندناش طبيب اللي غادي يتبع الحالة ديال السين هكاك عادية، ما عندناش الدواء، ما عندناش لا ريم، ما عندناش سكانر، ما عندناش ليتوغرافي، ديما خاسرة. حنا كنطالبوا من وزير الصحة ومن رئيس الحكومة باش يديروا لنا لي ريم في مكناس ويديروا لنا سكانر في مكناس لهاد المرضى هادو، وما تعطالهمش الرونديفو طوال، لأن الرونديفو راه كيحكموا عليهم بالموت. حتى اللي عطاهم رونديفو عطاهم ديك 15 يوم، ما يفوتوناش 15 يوم. ونبرا باش كدير التحليه ديال البزوله خصها تكون فابور، ما خصناش نبقاو نخلصوها على شي شريوها، لان كاين الناس اللي ما عندهمش رماد وما عندهمش التغطيه الصحيه. اون فوا كيمشيو باش ياخذوا نبرا ما يمكنش المؤسسه ديال الناس اللي ما تعطيها لهم، تيقول لك اما رماد اما سير شريها على برا. كاين ناس ما عندهمش رماد، كاين ناس ما عندهمش التغطيه الصحيه. هاد الناس هادو واش محسوبينش ان حنا كمغاربه؟ راه حتى هما مغاربه، حتى هما مواطنين، حتى هما عندهم الحق في العلاج، حتى هما عندهم الحق في التطبيب. راه حنا كنطالبوا من هاد الوزير هذا باش يحل واحد الباب في وجه هاد المرضى السرطان، يعطوهم الدواء بالمجانيه، يديروا لنا لي ريم في مكناس، يديروا لنا السكانير في مكناس، يزيدونا عن ليكوغرافي، التحاليل يكونوا في مكناس حتى هما، كل شيء يكون بالمجانيه، لان المرضى ديال السرطان راه ما عندهمش الفلوس، راه عرب عائلاتهم، راه كنخرجوا نسعاو حنا كجمعيات، راه كنخرجوا نسعاو، راه حتى الدم ما تيتعطاناش من الجماعه، الدم ما تيتعطى غير صحاب الكاسكيطه، عندنا بارتي سوغ بارتي، ما عندناش جمعيات في مكناس. اللي عنده الحزب راه هو كيشد الدم، اللي ما عندوش الحزب راه ما كيشدش الدم. زاد باش مليا ديال محاربة داء السرطان اللي عندها 11000 عمرها كتشد 3000 درهم في السنة، ديالاش 3000 درهم؟ لمن غادي نردوها؟ وحنايا عندنا عباد الله كيشتا، الأمر راه قضى على عباد الله، تنطلبوا منكم الله يرحم الوالدين يا الحكومة يا الوزير ديال الصحة باش ديروا واحد الالتفاتة لهاد المرضى ديال السرطان. نشارك اليوم كعصبة مغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها منظمة الشبيبة الاستقلالية، مشكورة على هذه المبادرة، وكل المبادرات التي يعني أطلقتها مجموعة من الفعاليات المغربية، هذه الوقفة اليوم نطالب من خلالها بمجانية العلاج لفائدة مرضى داء السرطان. نطالب الحكومة بمجانية العلاج لاعتبارين، أولا الاعتبار الأول الحق الدستوري الذي يضمنه الدستور حق في الصحة، ثانيا بأن الحكومة هي المسؤولة الأولى عن تفشي المواد الغذائية والمواد الفلاحية المسرطنة، ولأن تقرير ديال المجلس على الحسابات أكد هذا الأمر، فلأن الحكومة مسؤولة فهي اليوم من واجبها وخاصة وضروري اليوم قبل غدا أنها يعني تعالج مجانا كل المرضى وكل المصابين بداء السرطان. العمالي كاثر رئيسة نقابة تعديلات مدينة العرائش من رابطة الاستقلاليين، تواجدنا اليوم فهو واجب على كل مواطن لأننا كلنا معنيون، واليوم احنا أمام وزارة الصحة لنحملها المسؤولية على أنها توفر العلاج المجاني، ليس فقط توفير العلاج بل العلاج بالمجان للمواطنين على حد سواء، لأن مرض السرطان فهو آفة متفشية، وحسب الإحصاءات المعطية سواء من وزارة الصحة أو من المنظمة العالمية للصحة ما هي إلا أرقام يندى لها الجبين. وصراحة اليوم الوقفة ديالنا ما هو إلا جرس إنذار للإدارة لأنها تأخذ المسؤولية ديالها وتحمل على عاتقها هذا المرض. إحنا كصيادلة المنظومة الصحية كنساهموا بأن نفرض دواء للمواطن لأننا الأقرب إليه. حكومة عطالة.